مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. هل الوالدين يخلوا ولادهم يعني يسمحوا لاولادهم انه يروحوا للشواطئ وحدهم؟ تابعوا معنا وشوفوا واش كانت الاجابات ديالهم. نو ما تقدرش امبوسيبل يجوا دراري وحدهم من البحر، امبوسيبل. امبو ماشي امبوسيبل، تسمى فوق الامبو حال كاع، تسمى عباك مش كيما بكري. هاليبوك حنا كنا نجو وحدنا نعوموا لا جورني لي موان دو ترونسبور كانوا انتيك بش مليح الحاله. دوكا راهي بوكا ونوكا، دوك شو ما تخافش يغرق لك لا بريمير دوش، ما تخافش يغرق لك انتيك. هاي يعرف فيهم يسرقوه لك، يسرقوه هو يقريسي وهي حقروه. يا ودي بحنايا ورانا نورمالمون لازم تكون مانع كيفاش باش تقدر تسلك روحك كان في البحر هدايا. واش حنقول لكم يا اختي العزيزه؟ الله يجعل الخير ان شاء الله، الله يجعل الخير وربي يهدينا كاع يا اخو. واش حنقول اختي؟ بالنسبه لي انا يا ما تجوز باش واحد يطلق ولاده يروحوا البحر وحدهم، باسكو البحر هدايا سما لازم تكون رقابه معاه تاع الوالدين. اوبليجي خطكش الرقابه حتى تاع البحر تاع لي ميتناجور تاع الحمايه ما تكفيش وحدها، فهمتي اختي؟ سما لازم واحد كيهود ولاده لازم يكونوا ديما قدام عينيه، كيما ولادي انا مره مدي مع سامية، فهمتي؟ وهادي واش يروحوا وحدهم؟ لا 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 ما نقدرش، انا واحد من الناس ما نقدرش باش نخلي ولادي يمشوا وحدهم للبحر. في الوقت الحالي ولاو يخافوا بزاف لي بارون على ولادهم كيخلوهم للبحر. لا بروميرمون من ناحيه لاغريسيون كاين لي فاغابو بزاف هنايا اللي يغريسوا ذراري اللي يديروا لهم بزاف صوالح. دوزيام البحر يطلقوهم في ايامات نهار يكون البحر هايج ماشي مليح وعادوا بزاف يخافوا على ولادهم، سيرتو هذاك اللي عنده ولد. او السمانه اللي فاتت جاري في عمره 15 سنه دخل البحر مات يما، والله تبكي عليه صباح وليل. وحده البحر راح وحده بلا ما على بالها يما عيطوا لها العشيه قالوا لها وليدك راه في السبيطار راح تشوفيه، والله راه تبكي صباح وليل. وعلى نورمالمون هادم دراري يقولوا لي بارو ديالهم انا رايح للبحر، او ما تروح مع اصحابك باش كي تغرق يقدروا يجبدوك، تروح مع والديك مع خوالك لا فامي ديالك، ليسونسيال جماعه وين تقدر يقدروا يسلكوك تقدر تعوم معاهم، ماشي انت تروح وحدك ومن بعد تلعبها عوام وكما يقولوا البحر يدي العوام. نورمالمون جامي ما يخلوا دراري ولادهم في البحر جامي، لازم يكونوا مع ماليهم. كاينش شكون يعصهم سورتو دراري كاين لاج ا بوبخي الدراري طونك إلي با ماجور ما يروحش وحده في الحقيقة للبحر. خاطر عليهم من ناحية واش؟ من ناحية هناك أنا لا بليبا سي دي فامي، عرفتو كاع هنايا الله يبارك سي دي فامي هنا كاع. بصح علاش تخاف على ولادك يروحوا؟ واش متخاف عليهم؟ نخاف عليهم يديروا حاجة ماشي أون سي جامي، يتبلاو الناس والما يجينيو الناس والما توالم يغرق وحده. لا هذه ما كاينش منها. علاش؟ باسكو تخاف عليهم هذا ولادك وما يقدروش، ما عندهمش زعما الوعي كامل هما يروح يبحر وحدهم. لازم كيما نقول الاولياء يكونوا حاضرين معاهم، وكي يجي يعوم ولا ما على باليش انا غادي، هو غادي يخدم عساس شو يعسل الدراري تاعو ما غاديش هو اللي يبحر. صح، من ناحيه واش تخاف على الدراري؟ تخاف كيما نقولوا احنا ما يعرفش يعوموا ما يقدموش مش عارفش. لا لا انا شفت فيما وعرفت بلي ما كاش من عاديه. انا كنت صغير ما كانتش كاع تخليني دائما نقول لها خليني نروح حصلت وصلت 18 طون باش مين داك ولا تخليني نروح نهبط وحدي مين داك. واش تخليك؟ لا ما تخلينيش عندك ساس دي سات هكذاك لتحت والو. واش تخاف باينه باللي تخاف يا نروح مع بابا يا ما نروحش. انا ما نخليش ولادي يروحوا وحدهم، انا دايلهم كنتش معنا دايلهم يومين سبيسيال غير ليهم برك، فهمتي؟ معناتها سبيسيال ليهم اللي نخرجهم صباح حتى العشيه. من ناحيه واش تخاف عليهم؟ كلش من الخلطه برك، هذا ما كان يخلطوا ما على باليش يروحوا البحر وحدهم يغرقوا، فهمتي؟ و الاج اللي يقدروا دراري يروحوا وحدهم البحر كي يلحق 18 سنه تحت 18 سنه معايا على يروح وحده يروح يخرج يلعب مع ولا اصحابه برا يخرج، بصح كي يجي يحب بعد شويه لازم يقول لي قداش نخليه، باسكو الوقت ما يسمحش وسي جامي بالك يسرقوهم ولا تقيسهم كاش تروسبور ولا دي فوات ما العباد ما يعرفوش يصوبوا زاد ميم برك ما لعبهمش كاع الكود تاع لا كونديويت هذه كاع.